قضيتنا هي قضية الناجيات هذه الشريحة المظلومة التي تعرضت إلى أبشع أنواع الظلم وارتكبت بحقهم بحقهم جرائم الشنعاء آه التي يندى لها الجبين الإنسانية ونحن عملنا على هذا آه نأمل ونناشد ونطالب من الحكومة آه المركزية وحكومة إقليم كردستان أيضا آه بالعمل الجاد لإيجاد آه يعني آه الدعم المادي والمعنوي والنفسي لهذه الشريحة المظلومة وأيضا آه يعني إنشاء آه مراكز تأهيل الناجيات وكذلك شمولهم براتب شبكة الرعاية الاجتماعية بهذا الخصوص الهدف من هذا المؤتمر نحن كفرق مدافعة في محافظة نينوى لدينا قضايا تتعلق بتغيير بعض السياسات أو تحسين بعض السياسات وبعض القوانين وتغيير بعض السلوكيات الخاطئة التي ظهرت بعد التحرير فهناك عدة قضايا في عدة مناطق من محافظة نينوى اللي هي بعشيقة وتلكيف وسنجار وسنوني والحمدانية والتلافر ونحن كفريق محافظة نينوى لدينا برنامج خاص في المدافعة وهو الحد من التطرف والإرهاب هذا البرنامج يهدف إلى تفنيد الأساس النظري للتطرف وتحصين ابناء المجتمع من هذا الفكر الضال ولا سيما الشباب احنا اليوم ارتئينا ان نحضر يعني بالمسؤولين ونطلب من عندهم التفاتة الى القطاع الزراعي لان هذا القطاع الزراعي مهم بالنسبة الى شريحة ربيعة والناس اللي يعملون في الزراعه مشاريع جديدة لمحافظة نينوى؟ أكيد يعني لا شك نطرح مشاريع أول شيء نحن عندنا السلام والسلم المجتمعي بين مكونات الشعب العراقي حيث هذه أهم نقطة الأمن بالدرجة الأولى ومن ثم بعدين الأعمال المشاريع الأخرى نحن الهدف الوحيد والرسالة الوحيدة اللي نوصلها إلى حكومة العراقية ونفس إلى حكومة المحلية داخل محافظة نينوى بأن يوجهون ويدعمون القطاعات داخل الناحية الزمار وخاصة في نينوى أجمع حتى تهدف إلى الإعمار وبناء السلام كل تفاؤل بأن أهل أهل نينوى جميعا وعموما عانوا معانوا لأخ هذا درس درس اعتقد انه سيكون للتاريخ لكي يبنون بناء جديد في العلاقات الاجتماعيه والتوادد الاجتماعي والسلم الاجتماعي ايضا فيما بينه من خلال المؤتمر نسلط الضوء على اعاده اولا البنى التحتيه كون المدينه مدمره بالكامل وايضا تامين الطريق وتأمين الطريق ما يعني بالتنسيق مع حكومة الأقليم وحكومة المركز لعودة النازحين إلى سنجار وأيضا التوفير الحماية الكافية وإن كل كل النقاط التي سوف نعرضها لا تتحقق بدون وجود حماية كافية لأهالي سنجار بعودتهم واستقرار الأمل لعدم إعادة المأسي إلى تلك المدينة العزيزة.